بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في كورس الكونفيجريشن مانجر مرة تانية. المرة دي هنتكلم عن فور فرونت اند بوينت بروتكشن. البرودكت ده كان من ضمن فاميلي بتاعت فور فرونت، كانت فاميلي كبيرة، كان فيها تي ام جي طبعا أشهر فايرول عند مايكروسوفت أو أشهر فايرول الناس استعملت معاه، وكان في الاند بوينت بروتكشن، وكان في حاجات بقى خاصة بالانتي سبام والكلام ده. الاند بوينت بروتكشن ده انتي فايروس سوليوشن بالمانجمنت سيرفر بتاعه الفور فرونت سيرفر، والكلاينت بينزل على الاجهزه عشان يعمل سكان بناء على البوليسي اللي انت هتحددها. مايكروسوفت من اول سيستم سنتر 2012 ابتدت تحط الانتجريت الفور فرونت ده مع كونفيجريشن مانجر، بحيث انت لما تشتري الكونفيجريشن مانجر انت اشتريت الفور فرونت وهتعمل ادمنستريشن للانتي فايروس من خلال الكونفيجريشن مانجر سيرفر. عشان نعمل الاند بوينت بروتكشن فاحنا محتاجين ننزل الرول بتاعت الاند بوينت بروتكشن على السيرفر، وتاني حاجه نعمل الكلاينت سيتنجز اللي هو البيهيفير بتاع الانتي فايروس انجن بتاعنا هيبقى شكله ايه. فعشان ننزل الرول باجي على ادمنستريشن سيرفر اند سايت سيستم، كليك يمين اد سايت سيستم رول، اند بوينت بروتكشن بوينت، موافق على اللايسنس تيرم والكلام ده، هتحب تجوين مابس اللي هي تعتبر كانها كلاود او كوميونيتي، بمعنى اللي هو مايكروسوفت بتلم داتا عن فايلز من مختلف اليوزرز، بحيث اللي هو والله ده فايل شكله غريب او اول مره اشوفه، فانا هحذر بقيه اليوزرز من الفايل ده، او فايل اتاكدت عند اليوزر ده اللي هو فيروس، فبقيت اليوزرز هقول لهم والله خلي بالكم الفايل ده اسمه نوع فيروس، او مثلا في نوع فيروس ظاهره في السعوديه مثلا زي الاتاك اللي حصل، فانا اخلي الناس بتاع السعوديه بس اعمل لهم يعني اخلي البيهيفير بتاع الانتي فيروس عالي قوي ضد انون فايلز. نيكست السمري بتاعتك، نيكست. في ناس هتقول لك لا الاند بوينت بروتكشن بتاع مايكروسوفت مش قوي. هو في ردين، لا الاند بوينت بتاع مايكروسوفت قوي، هو ممكن ما يكونش وصل لمرحله مثلا كاسبريسكي او سيمانتيك، بس يعتبر قوي يعني بيتكت الانتي فيروس اوكي، مش ضعيف. تاني حاجه اللي هو لا انت مثلا لو استخدمت الانتي فيروس بتاع مايكروسوفت الاند بوينت بروتكشن انت كده ضامن ان انت عندك انتي فايروس سوليوشن احسن مثلا من الافايا، احسن من الحاجات اللي هي الفري، فانت استخدم سوليوشن اقوى من الحاجات الفري ويعتبر فري عشان انت اصلا عندك كونفيجريشن مانجر. تاني حاجه انت سوليوشن بتاعك هيعتبر سنترلايزد، انت هتقدر تعمل له مانج من هنا، تقدر تعمل له ديبلوي، تحدد البوليسي بتاعت الناس كلها من هنا، محدش هيقدر يغير السيتنجز، فانت كده تحكمت او اخدت مستين عن طريق الاند بوينت بروتكشن اللي موجود على مع الكونفيجريشن مانجر السنترلايز ادمنستريشن، واقوى من الفري سوليوشنز الثانيه. هلو كلوز. هروح على الكلاينت سيتنجز، ديفولت كلاينت سيتنجز، اند بوينت بروتكشن، هقول له انيبل يس. هنشوف الاعدادات دي التاني دلوقتي، بس مش دلوقتي، خلينا بس نروح على الماشين بتاعتي على الديسكتوب، هفتح الكنترول بانل ورن الاكشنز بتاعتي بحيث اللي هو يديتكت والله ده الانيبلد حصل الاند بوينت بروتكشن، فانا هنزل الايجنت بتاع الاند بوينت بروتكشن عندي. هتلاقي هنا سيستم سنتر اند بوينت بروتكشن انستول باكج تظهر عندي، وهبتدي تعمل لود. هستنى لغاية بس ما السطر يخلص وهنرجع تاني. دلوقتي لو رجعت هنا هتلاقى عندي الايجنت بتاع ال end to end protection installed، هيقول لي انا out of date، قالي كتير ما عملتش update، فانت ممكن تقول له من هنا update، او ممكن بقى نعمل له كونفيجريشن هياخد ابديت منين، عن طريق كلاينت سيتنجز من هنا. يلا خلينا على كلاينت سيتنجز، ديفولت كلاينت سيتنجز، اند بوينت بروتكشن. هنا احنا قلنا
اول حاجه انت عاوز تنيبل حته المانج الاند بوينت بروتكشن على الاجهزه ولا لا، هتنستول الكلاينت على الكمبيوترز ولا لا. انت ممكن تنيبل بس ما تعملش انستول عن طريق كونفيجريشن مانجر، ممكن تعمل انستول مانيوال عن طريق جروب بوليسي. لو في ابلكيشن تاني موجود مثلا اسمها انت تشيله عشان تنزل الاند بوينت بروتكشن ولا لا، عاوز الاند بوينت بروتكشن يعمل ريستارت للاجهزه، ده اوبشن خاص بالويندوز امبيدد ديفايسز، وهنا بيسالك عن الريستارت. طب هنا بيقول لك ديسيبل الترنيت سورس للابديت بتاع الاند بوينت بروتكشن، ده في الانيشال ديفينيشن ابديت. يبقى كده هو في الانيشال ديفينيشن ابديت هياخده من عن طريق الكونفيجريشن مانجر، مش هياخده من عن طريق الويندوز ابديت ولا اي حاجه. انا ما غيرتش اي حاجه هنا. طب عايزين اديت السيتنجز بتاعه الاند بوينت بروتكشن، هتلاقي في تحت اسيد اند كومبلاينس في فولدر اسمه اند بوينت بروتكشن انتي مالوير بوليسز ديفولت كلاينت انتي مالوير بوليسز، ديت الكونفيجريشنز العادية اللي هنعملها، هتلاقيها متشابهة جدا لأي كونفيجريشن ناوي تعملها على أي اند بوينت سكيورتي سوليوشن. انا عاوز ترن سكادولد سكان، النوع السكادولد سكان هيكون ايه، وقته وتاريخه. عاوز ترن كويك سكان ديلي على الأجهزة وتاريخه امتى. قبل ما تعمل الاسكان ده عاوز تعمل تشيك على الابديتس ولا لا. لو هتعمل الاسكان ده لو الكمبيوتر ايديال فقط، لو كان الجهاز ده بقى له مثلا يومين ثلاثة مطفي وجه، او ما كنتش قادر اعمل عليه سكان خلال يومين ثلاثة، فالتالت يوم ده هتعمل سكان فورس، يعني في الوقت اللي هو مش ايديال ولا لا. السكان يستخدم ماكسيموم قد ايه من السي بي يو. عاوز تسكان الميل والميل اتاشمنت، اليو اس بي، النتورك شير، الاركايف فايلز، وهكذا. الديفولت اكشنز هي ايه، لو تلاقى انت فايروس يعمل كورنتاين ولا الاو، تنيبل ريال تايم بروتكشن ولا لا، اكسكلود انت مش عاوز تعمل سكان لايه. فالمفروض هنا مثلا سي اللي انا عاوز اقول له وليكن مثلا عندي اكستشينج الداتابيس بتاعته موجودة على الاي في الداتابيسز في اسمها دي بي اون او اي حاجة دوت اي دي بي. فانا كده بقول له اي حاجة دوت اي دي بي ما تعملهاش سكان، اي حاجة ديت اللي هي ايه دي داتابيس بتاعت مثلا اكستشينج، هقول له اد اوكي. فانت طبعا عارف الليميتيشن، الحاجات اللي انت المفروض ما تعملهاش سكان، زي مثلا داتابيز بتاع الاكستشينج، زي مثلا سيكوال داتابيز، زي مثلا الاي تي دي اس داتابيز بتاعت الاكتيف دايركتري، هتعمل اكسكلود للحاجات دي. هو زي ما انتم شايفين في ديفولت اكسكلوجن، وانت لو حابب تضيف عليهم براحتك. بعض الادفانسد سيتنجز اللي هو مثلا انت ممكن ما تظهرش اليوزر انترفيس لليوزر، بحيث الاسكان كل ده بيتم في الباك جراوند والريزلتس بترفعها لك انت من غير ما يبان لليوزر. احيانا في بعض الابليكيشنز بتكون انفكتد بس انت عاوز تفضل تسيبها شغاله ما يحصلهاش كورنتاين، فهنا بتحدد الاوفر رايدز ديت عشان تسمح لها هي تشتغل. عاوز تكونكت على كلاود بروتكشن ولا لا، او نوع الممبر شيب على الكونكشن ده، او الديفينيشن ابديت السورس بتاعها منين، وهي ابديت كل وقت قد ايه.
تقدر يجيب الابديت من عن طريق دبليو من عن طريق كونفيجريشن مانجر، من عن طريق مايكروسوفت ابديت، او يكلم المايكروسوفت ميل وير بروتكشن سنتر ذات نفسه، او لو ممكن انت في بعض الانفايرمنتس اللي هي المغلقه ممكن انت تعمل داونلود للابديت مثلا على السيرفر، وبعد كده او على ماشين شايفه نت، وبعد كده تاخد الابديت دي تحطها على السيرفر بتاع الكونفيجريشن مانجر او الانفايرمنت اللي هي مغلقه اللي مش شايفه انترنت، وتخلي الناس او الكلاينتس تسحب الابديت من اليو ان سي الفولدر الشير ده. احنا تقريبا ما غيرناش حاجه هنا، فهنقول كل حاجه اوكي. هنيجي هنا ونقول له والله اعمل لي ابديت، واول ما يخلص الابديت انا عندي هنا فيروس جايبه، انا نشوف هيقدر يديتكته ولا لا. خلاص الدنيا دلوقتي بقت عندي اب تو ديت. لو جيت على الفيروس او قلت له اكستراكت، الباسورد علشان هو فيروس والكلام ده. زي ما انتم شايفين انتي ميل وير سيرفيس منورة اهيت، وبيقول لك انا عملت كلين للفيروس ونو اكشن نيدد. لو انت حبيت بس تعرف انت تجيب مثلا ممكن تجيب سامبل فيروس منين، انا كرر سيرش على جوجل وصلني الموقع اسمه ده، الله اعلم هو ايه، ومن منه انا جبت اول فيروس قابلني. تمام خلص اهو، وبيظهر لي الفولدر بعد ما عمل له اكستراكت فاضي طبعا، كل الفيروس خلاص ال اند وين بروتكشن بتاعنا اتعامل معاها. عاوز تغير السيتنجز بتاعت الاند وين بروتكشن، من هنا من السيتنجز هتقدر تغير السيتنجز لو الادمن سامح لك بده. وهيستوري هيطلع لك الهيستوري بتاع السكان اللي هو عمله والفيروس اللي جابها، بتقول له فيو ديتيلز ويجيب لك الهيستوري. وساعات ممكن تقدر من الديتيلز ديت تعمل ريستور لايتم لو انت عاوز، ولو الادمن سامح لك بده. نرجع تاني للكونفيجريشن مانجر سيرفر، خلينا نروح على مونيتورنج تحت سيكيورتي اند ويند بروتكشن ستاتس. زي ما انتم شايفين انا عندي توتال 4 اجهزه، منهم واحد عليه اكتف كلاينت وواحد ات ريسك اللي هو تلاقوه ملوش ابديت، واثنين ما لهمش كلاينت اصلا، والميل وير ديتكتد اللي هو الفيروس اللي اتمسكت ده نوع الفيروس وكمان جبناه من اي كوليكشن، و دي الداتا بتاعت الكوليكشن عليها 12 واحد، واحد بس الانفكتد، الاكشن السيفيرتي بتاعته ايه، اذا كان اللي هو انت مستني منك اكشن عشان تعمل ريميديشن، طب ده موجود في الاكسبلود باس في هتعمله ريستور ولا لأ، عشان تشوف الكلاينت اللي حصل فيه الكلام ده، بتدوس هنا فيو كلاينت عشان تعرف اسم الجهاز، وده اسم الفايل اللي هو اتمسك. لو انت عاوز تقلعه الفايل ده ترجع، او انت عاوز تعمل له ريستور ترجعه على جهاز تاني، ومن هنا تقول له الميل وير ديتيلز، هيجيب لك بقى ديتيلز عن الفيروس ده. ميل ويل بروتكشن سنتر، المودريشن بتاعة الفيروس او السيفيرتي بتاعته شكلها ايه، واسم الفيروس، اول ظهر امتى واخر مرة ظهر فيها امتى، والسامري عنه وكام. طبعا زي اي سوليوشن بتاع اند بوينت بروتكشن فانت تقدر تكنترول وتعمل فاير وول بوليسز. هنا اقدر اعمل فاير وول بوليسي معينة واعمل لها سنترالايز ديبلويمنت على الاجهزة. وعندك برضو اللي هي ويندوز ديفندر ادفانسد ثريت بروتكشن بوليسز، ديت عباره عن كلاود سيرفيس من مايكروسوفت، تقدر تستخدمها بحيث اللي هي تعمل ساند بوكسنج للفايلز الانون عشان تفتي الفايل ده ليجيتمت ولا لا، بمعنى الفايل ده
فايل سليم ولا فايل متفيرس. ده بيتم عن طريق اللي هو بيجرام كده تيست عشان يشوف البيهيفير بتاع الفايل ده بيكون شكله ايه. فلو انت عندك سبسكريبشن في الاي تي بي فتقدر تعمل اي تي بي بوليسي وتحدد الكلاينتس بتوعك هيكونكتوا مع الاي تي بي ازاي. خلينا احنا دلوقتي نشتغل بس في الفاير وول. فالفاير وول بوليسي بتاعت مايكروسوفت اللي بتقدر تتحكم فيها من هنا، مش حته بقى اللي انت تفتح بورت في البورت ديت، موجوده في جروب بوليسي. هنا مجرد اللي انت بس بتقول والله انا عاوز الفاير وول يكون اون ولا اوف. فمثلا هقول لاب فاير وول بوليسي، عاوز الفاير وول بتاعي يكون، هقول له انا عاوز الدومين فاير وول يبقى مش انيبلد، والبرايفت بروفايل والبابليك بروفايل يحصل لهم انيبل. طبعا المفروض في انت في انفايرمنت بتاعتك تكون عامل انيبل لكل الويندوز فاير وول، بس احنا من باب التيست والانفايرمنت والكلام ده فاحنا هنقول الدومين بروفايل نو. عاوز تبلوك كل الكونكشنز ولا لا؟ عاوز تنوتيفاي اليوزر لما يحصل بلوك ولا لا؟ زي ما شايفين البوليسي سامبل جدا، مفيش اي اعدادات كتيرة فيها، مش مفيش حتة اللي انا هفتح بورت واقفل بورت. بعد ما خلصت اللاب بوليسي كريت بتاعها باجي هنا اقول له ديبلوي. هتديبلوي الرول ديت او البوليسي ديت على ايه؟ مثلا انت عاوز الدومين بروفايل مثلا يكون مطفي على السيرفرات ويكون اون على اليوزر بروفايل، فده انت ده بتقدر تعمله عن طريق الكوليكشن. انا هرمي ده على الكوليكشن بتاعت ال 8.1. هقول له اوكي. اوكي ضغطت هنا على الويندوز 8 ماشين بتاعتي، بصيت على الويندوز فاير رول، هتلاقي ان انا كنت عامل له كل اوف. فهنرن الماشين بوليسي وهنشوف ايه اللي هيحصل فيه بعد. زي ما شايفين كل اوف، باجي هنا على الماشين بوليسي اقول رن ناو وهنشوف البوليسي بتاعتنا هتغير على الفاير رول. بعد ما ترن الماشين بوليسي ترايفل اند ايفالويشن سايكل، البوليسي بتاعت اللاب فاير رول هتلاقيها جت هنا في الكونفيجريشنز. لاست ايفالويشن ليها ما حصلش، والكومبلاينس بتاعتها تشوف الكمبيوتر بتاعنا كومبلاينت البوليسي ديت ولا لا، مش موجود. انون ليه؟ علشان احنا عارفين ان احنا شفنا واحنا بنعمل كونفيجريشن اللي هي بتحصل الايفالويشن بتاعها كل 7 ايام. فاحنا لو عاوز تعمل ايفالويت دلوقتي فهتقول لي ايفالويت دلوقتي، هتلاقى بيقول لك الحاله بتاعتها كومبلاينت. فلو جينا هنا على الفاير رول، نبص على الفاير رول بتاعنا هتلاقى اوتوماتيك حول دول لون وده ساب اوف زي ما هو كنا عاملينه، وبيقول لك دلوقتي البوليسي مانجد باي يور سيستم ادمنستريتور.